حين يكون صمتك أبلغ من الكلام، فلا بد لك أن تستمع ما لا يسر جارا أو صديق. إذا شئت زيارة عائلة حسين ناجي في محافظة بابل، يستقبلك حسين بكل هدوء وسكينة. مجبر على هذا، فالإعاقة العقلية بنسبة 100%، والشهادات الطبية تؤكد العلة والمرض. أنا أخو المريض حسين ناجي، وهو هذا من هو صغير تخلف عقلي، يعني من هو صغير لحد الآن. أنا هاي عندي لجن، وحدة من 2011 ووحدة صار لها يمكن 3 سنوات، وين ما أروح وما خليت دائرة، ما خليت مكان، ما رحت، ردت بس راتب يعيش من عنده. لا يملك أشقاء حسين واسطة، لكن لهم الله. يا تروح له ما حد يسوي لك اصلا، حتى من الطب للدوائر الا عندك عرف او واسطه يلا يمشيك. انا ما عندي عرف، عندي بس الله. جدران البيت شاحبه بلون الفقر والحرمان، لكن ما عليك الا ان تستمع لصوت القهر والعتب. ايش قد العجز بالله؟ 100% 100%. لا تخلف عقلي، لا عد الله يقبلها، محمد رسوله. يا محافظة بابل، يا محافظة بابل، يا اللي تقولون احنا شرفاء واجينا نبني البلد واجينا ندور حقوق المواطنين اللي مظلومين. ادري اعرف هذا تخلف عقلي 100%، وهاي حالتهم. ولو تصور البيت وتشوف اللي بيه، الله اكبر. حسين جزء من صوت المتظاهرين، ينتظر الحق يوما بعد يوم، ونصيره إلى ذلك الحين هو اللبلبي بديل الحكومات الغائبة.